أهلا بكم أعزائي المشاهدين في فقرتنا الأخيرة. يمثل وقت ما بعد خروج الطلاب من قاعة الامتحانات خطورة بالغة، حيث تبرز فيه الكثير من القضايا من تمزيق الكتب والتفحيط والتدخين وتبادل المقاطع عبر الجوالات والتسكع في الشوارع والتقاهم بأصدقاء السوء وإزعاج المارة ورشق السيارات بالحجارة والمياه وغير ذلك. اليوم سوف نتحدث عن هذه السلوكيات وكيف علاجها من خلال ضيفنا في الاستوديو الأستاذ منصور إبراهيم الصانع، مرشد نفسي تربوي. ومساء الخير أستاذ منصور. مساء الخير، حياك الله. يعطيك العافية. الله يعافيك. أكيد ما يخفى على أحد أنه إحنا خلصت الامتحانات، وما أدراك ما بعد، يعني الامتحانات ما تخلص من الأشياء صراحة اللي نشوفها من الطلاب والطالبات في نهاية يعني كل ترم صراحة نشوف. صحيح. العجب يعني. صح. حتى في المقدمة من تمزيق الكتب نبدأ نشوفها بصراحة في الساحات، يبدأون الطلاب يمزعون بهذه الكتب. برأيك. صحيح. بداية أستاذ منصور، ليش هذه السلوكيات كلها صارت مكتسبة عن طلابنا وطالباتنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد أنه من يوم يستلم الطالب الكتاب في المدرسة وهو يشعر أن هذا الكتاب حمل ثقيل عليه، فبالتالي يعتقد أنه هذا الحمل راح يرافقه طول العام، فتجدين أنه في آخر اختبار كأنه ينتقم من هذا الكتاب، تمزيق على طول، يرميه رمي، يضربه في الجدار، يضربه في أي مكان، المهم أنه كأني تخلصت من الهم الكبير اللي كان معاي طول العام الدراسي. طبعا وهذا له أسبابه، أسباب أنه الكتاب لما وزع على الطلاب وزع كأنه وجبة، كأنه أكل يأكلها الطالب فطور وبعدين يرميه في الزبالة. يعني أفهم منك المفهوم اللي يتبعونه يعني التربويين في المدارس في إعطاء الكتب يعني؟ إيه، يعني يحتاج أولا الكتاب يجب أن يكون فيه احتفال لتوزيع الكتاب في المدرسة، احتفال مبسط يوزع فيه الكتب ويبين أهمية هالكتب هذه وما تحويه من آيات قرآنية وأحاديث نبوية وقصص ومعلومات ومعارف قيمة. هذا مفروض يكون في أول حصة دراسية لكل معلم يدخل الفصل، يدخل الفصل ويمسك بالكتاب ويبين أهمية هذا الكتاب، ويمكن أن يقبل هذا الكتاب أمام الطالب ليعرف الطالب أهمية هذا الكتاب، ثم يبدأ بشرح كيف الدولة أنفقت هذا الكتاب عليك يا الطالب حتى يكون لديك معلومات ومعارف تفيد فيها مجتمعك. وبعدين يبين أهمية هذا الكتاب في الحياة العامة الاجتماعية للطالب، يعني الفيزياء وش أهمية الفيزياء وش أهمية الكيمياء وش أهمية الرياضيات في حياة الطالب، حتى يربطها بسلوكياته، فبالتالي يحافظ هذا الكتاب ويعرف أن هذا الكتاب قيم. هو لماذا لا يرمي القرآن الكريم شرفه الله؟ طبعا يعني عشان القدسية والمفهوم الموجود، والمفهوم الموجود عنده من الصغر أنه هذا كلام الله وكتاب الله. طب جميل أستاذ منصور، يعني كل الكلام اللي قلته جميل، بس المشكلة هذه زي ما احنا تكلمنا قبل الهوى مش وريدة اللحظة. نعم. يعني كلنا كنا طلاب وشفنا يعني الكتب كانوا يمزقونها في الساحات يعني، وغير كذا غير الكتب تلاقي يرشون بعضهم بالموية، مشاكل الطلاب صار الواحد يقول الله يستر خلصت الامتحانات والله، وحتى انت نايم تسمع التفحيط تعرف ان الطلاب خلصوا وطلعوا من القاعات. هذا نوع من التنفيس، لانه اصلا الاختبارات بالنسبة له رهبة، رهبة وما يصدق على الله، بس ينتهي من الاختبار يطلع ينفس في تفحيط، في تدخين، في مشاكل، في مضايقات، في معاكسات لازم يتم. أنت لو قابلتيني قبل 30 سنة وطرحتي علي هذا الموضوع إن كان ما استغربت، لأنه الموضوع مستمر من 30 سنة إلى الآن. طب وين الخلل الموجود؟ الخلل موجود، لأنه متى نشعر بالمشكلة حنا؟ وقت الأزمة. شفتي أنت متى قابلتيني؟ قابلتيني الآن في آخر الترم وأنت تعانين من مشاكل الطلاب في الأسواق، في الشوارع، في المجمعات، حتى الطالبات، عشان ما نظلم كمان الطلاب، حتى البنات الله يهديهم يعني حقون هذه الأيام، يعني فعلا بتشوف العجب، يعني تخلص الطالبة من هنا حتى غير التمزيق يمزقون حتى أنهم يكتبون على مرايلهم، نفس تصرفات الأولاد يرمون الكتب حقتهم، يعني ما
واللي ألعن من كذا أنهم لما يروحون المجمعات التجارية في معاناة فعلا حتى في المجتمع، يعرفون الطلاب خلصوا بدأوا يعني يا إما أنهم يضايقون العوائل في المجمعات التجارية، فكلها صحيح. كلها ممكن إحنا نرجعها بس عشان كبت الاختبارات. يعني إحنا هل إحنا نلوم لا، الطالب؟ وفي جانب آخر، جانب عدم وجود أي شيء يعمله الطالب، إيه يعني ما في مثلا مناشط، ما في مؤسسات تربوية اجتماعية تحضنها الطالب هذا بعد الاختبارات، ما في. يعني ممكن نقول إيش الحلول هنا؟ الحلول في رأيي أنه يجب أن يكون فيه، يعني في مناشط، في أشياء قد يمارسها الطالب بعد نهاية الاختبارات. يعني زمن الاختبار الآن، أنا يعني في المجال المرحلة الثانوية، غالبية الاختبارات 3 ساعات، ينتهي الطالب في نص ساعة. يعني عبقري. زمن الاختبار أكبر بكبير من زمن الإجابة. فبالتالي طبعا الأب لما يخرج ابنه للاختبار يتوقع من الساعة 7:30 إلى 10:30 الطالب في اختبار، تجدينه الساعة 8:30 منتهي الاختبار خلاص، يبغى يسلم الورقة ويبغى يطلع يسلم خلاص الورقة ويطلع، فتبدأ عاد الفوضى. الفوضى تبدأ. لكن لو كان مثلا مكان موجود في المدرسة، مثلا لو كان في مكان موجود في المدرسة وضع فيه بعض الأماكن الترفيه، ويفطرون يجلسون مع بعض ويلعبون مثلا يا تنس أرض، يا تنس طاولة، يا يلعبون بلياردو، يعني يا قصدك يلعبون احنا نمتص الطلاب والطالبات بالأماكن الصحيحة بدل حتى ما يأتي المجرم ويخطفهم من أمام المدرسة ويعطيهم الحلاوة الصغيرة وياخذ الكعكة الكبيرة منهم. عارف بعض المرات حتى للأسف في تصرفات سلبية من الطلاب، يعني وصلت الجرأة في بعض الطلاب بعد نهاية الامتحانات إذا ما عجبه الامتحان يروح يكسر سيارات المدرس حقهم، ولا يعني في أشياء كثيرة الواحد صار يقراها في الجرائد، يعني سوء تصرفات وردة فعل عند الطلاب. والله ترى هذه الحالات فردية ونادرة، يعني ليست ظاهرة تكسير السيارات على فكرة، يعني أنا أعمل في المجال المدارس، ليست ظاهرة، هي حالات فردية حدثت، ولكن طبعا على أساس أنها حالة فردية كبيرة طبعا وغريبة الإعلام على سلط مجتمعنا. عليها الضوء فظهرت للجميع، ولكن اللي قريب من المدارس هي حالة فردية. طب احنا ما نقدر كمان نركز بس على المدرسة، اكيد في نصائح لازم نوجهها للأسرة هذه في تربية الطالب، ايش اهم النصائح اللي ممكن احنا نوجهها للأسرة؟ الأسرة طبعا لازم، الأسرة الآن دور الأسرة أكبر من دور الأسرة في السابق، لأنه الأسرة في السابق كان يخدمها الجيران، ويخدمها المسجد، ويخدمها بعض العوائل القريبة للطالب، الكل مهتم في هذا الولد، أقاربه، أعمامه، أخواله، الإمام المسجد، جاره. الآن لا، الآن الخصوصية ارتفعت بشكل كبير، فأصبح الطالب إذا ما الأسرة الحاضن المباشر لهذا الطالب حريصة عليه في كل مكان، تتابعه في كل مكان، تهتم فيه في كل مكان، تحاول أن تشغل الوقت لديه، إذا كان عنده وقت فراغ الطالب هنا المشكلة، لأنه عنده القوة، عنده النشاط، عنده الحيوية، يحتاج يفرغ كل هالقوة التي لديه في أشياء إيجابية مفيدة، سواء يتعلم لغة، يلتحق في أندية، يكون له مثلا نشاط تطوعي. حتى على فكرة العيب أنه عدم وجود أنشطة تطوعية في البلد، وهذه مهمة جدا، وجود الأنشطة التطوعية طبعا تحت مؤسسة رسمية مشرفة عليها، هذه تنمي لدى الطالب أهمية لدى الناس، وأهمية الخدمة التي يقدمها لمجتمعه. طيب أستاذ منصور، إيش هي يعني الرسالة اللي حاب توجهها لبناتنا وأولادنا الطلاب يعني إزاء هذه السلوك الخاطئة؟ أنا أقول يا أبنائي، يا أحبائي، والله العظيم ما يضركم يضرنا، وما يأتيكم من سوء والله كأنه أحد أولادي أصابه السوء، فأرجوكم لا تسلموا عقولكم ولا تسلموا أبدانكم ولا أجسادكم للمجرمين، انتبهوا، ضعوا أحلام إيجابية عالية وسعوا لتحقيقها، انظروا للقدوات الإيجابية الموجودة في المجتمع وحاولوا أن تكونوا مثلهم، وانظروا لبعض الناس الذين دمروا أنفسهم ماذا حالهم الآن. نعم. واعتبروا يا أولي الأبصار. يعطيك ألف عافية الأستاذ منصور إبراهيم الصانع، مرشد نفسي تربوي، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك، شكرا جزيلا لكم. أعزائي المشاهدين، وصلنا لختام حلقتنا اليوم، بكرة إن شاء الله لقاء جديد وحلقة متجددة من برنامج سيدتي، تتمسون على ألف خير.